لما قابلنا عمر شريف قبل التصوير كان هو صار له فترة متقاعد. ايه. فابنه قال لي يعني في احتمال انه ما هيحسن يعمل التصوير، صار له سنتين ما اشتغل. قلنا خلي نجتمع معاه ونشرح له القصة وايش نحن عاوزين نعمل بالفيلم. فبالعكس شفنا انه كثير متحمس للفكرة، وقال انه افلام مثل هذه اللي هي تعطي صورة احسن للمصريين والعرب مهمة جدا. وعاوز هو يعني يشتغل معنا، ويعني تعذب مسكين لانه بدت فترة التذكرة تضعف. ضعف الذاكرة يعني. كم مرة اضطريتوا مثلا تعيدوا بعض المشاهد نظرا طبعا لمشكلته الصحية؟ كثير كثير يعني. هو لما كنا التصوير عملناه بلندن وتعذب يعني، كنا مثلا نحضر السات ونقول اكشن وبعدين ينسى ايش هيعمل فنوقف التصوير ونعيد نعيد. بس ما وقف يعني، كم مرة أنا حكيت معه قلت له نوقف العمل إذا تعبت إذا مش عاوز، قال لا أنا هنعمل هذا الفيلم.